جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما هو التحصين وهل هو حرام أم حلال، وكيف يتم التحصين على المال والأولاد، وما هي الآيات والأدعية لذلك، جزاكم الله خيرا. تحصين، نعم، الورد الذي يحفظ الله به الإنسان ويحفظ به ماله الورد المشروع. طيب، لأن يأتي بالأوراد المشروعة في الصباح وفي المساء، من ذلك قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وتكرار هذه السور 3 مرات، ومن ذلك الأدعية المشروعة، وكذلك من تحصيل المال الصدقة وإخراج الزكاة، لأن الزكاة تحصن المال كما جاء الأحاديث: حصنوا أموالكم بالزكاة، وما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب منع الزكاة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم.